السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وفي هذه السلسلة من الفيديوهات اللي راح نشرح فيها تخصصات اللي كاينين في شبه طبي، سواء بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية، سواء بالنسبة لشعب آداب فلسفة ولغات. وبعد ما كملنا ودرنا العلوم التجريبية ودرنا التخصص الأول شعبة آداب وفلسفة ولغات اللي هو تخصص مساعد اجتماعي، اليوم وصل الدور أن نديرو فيديو بعنوان تاع تخصص، وصل الدور أن نديرو على تخصص ثاني لشعبة آداب وفلسفة اللي هو تخصص مساعد طبي للصحة العمومية، بالفرنسي نعيطولو أسيستان ميديكال دو سونتي بيبليك، والرمز تاعو يكون AMSP assistant M médical S santé ou P public. هذا تخصص أيضا يمد المتحصلين على البكالوريا في الشعب الأدبية واللغات، ومعدل القبول يكون ما بين 14 و 15 على حساب كل ولاية، ويختلف من عام لعام. الخدمة في التخصص هذا نقدر نقول عليها أنها راح تكون جانب إداري أكثر من جانب طبي، تسمى مشي كما السبيساليتي تاع الشعب العلمية تسمى تخدم لبرا وكذا وما باليش، لا هنا راح يكون إداريا وريق وتوجيهات، وراح نشرحوا المهام فيما بعد. مدة الدراسة في التخصص هذا تكون لمدة 3 سنين على مستوى معهد التكوين العالي لشبه الطبي كيف باقي التخصصات. بالنسبة لنظام التدريس خفيف ظريف، ما فيهش دروس بزاف وما فيهش خدمة بزاف وما فيهش فهم بزاف، ويكون فيه جانب نظري وتطبيقي، يعني تقرأ في المعهد ومن بعد عندك فترات وساعات تروح تدير فيهم ستاج براتيك في السبيطار، تسمى تقرأ منه ودير ستاج براتيك منه، ما راح تحس بالوقت خلاه يفوتوا 3 سنين هذوك يجريو. بالنسبة للناس اللي تسأل على لغة التدريس، يعني اللغة القراية اللي يقراو بها، ما يقراوش بالعربية، يقراو بالفرنسي، بصح الفرنسي هذه ماهيش عائق، يعني تحط راسك شوية برك وتفهمها. الفرنسي تاع كوتي ميديكال أسهل من الفرنسي تاع القراية اللي كنا نقراوها في الليسي وفي السيام هذيك وفي الجامعة وما على باليش، هذيك ما تبانش قدامها، قدام الفرنسي تاع الميديسين. تسمى في الميديسين هذه ولا شبه طبي كاين مصطلحات طبية يتواصلوا بهم عمال الصحة فيما بيناتهم، تسمى كي يهضروا كلمات تجيب حتى عالم تاع فرنسي من برا مش راح يفهمها، بويسك هذوما مختصين في المجال الصحي وما يفهم حتى واحد اخر من خارج المجال. من بعد ما تكمل 3 سنين تاع ستاج هذوك وتاع القراية، وش راح دير؟ راح يديروا فيها سوتونس كيما الناس كامل، تكون فيها بريزونطاسيون، تكون فيها ميموار، الميموار هذيك تبريباريها على طول العام الاخر، تسمى تبريباري وتستاجي في العام الاخر، واللي يحوس يفهم على الميموار كيف تخدم كاين فيديو درتو في لاشان على الميموار، ومازالوا فيديوهات جايين ان شاء الله راح نزيد نديروهم. قلنا بعد ما تكمل الميموار هذه تدفعها وتسوتني وتقدم وتناقش المذكره تاعك، من بعد تتوجه للحياة العملية، تسمى تتخرج وتروح تخدم ديريكت. هنا نقدر نقول أن الخدمة مضمونة 100% وتروح تخدم في إحدى المؤسسات الصحية العمومية تاع الدولة، يعني ما هيش بريفي. درك نجو للمهام تاع لي زاسيستون ميديكال دو سونتي بيبليك، هذوما وش هو الدور تاعهم وش هي خدمتهم. الدور الأول الهام والرئيسي اللي هو استقبال وتوجيه المرضى في السبيطار. شفت هذوك اللي يلبسوا طابلية ويقعدوا في الديسك تاع دخلة السبيطار، هذوك يستقبلوا المرضى ويقولهم وش عندكم وكذا، وكي تعود خارج يكاشيلك في الورقة هذيك في الأوردونانس ويقول لك روح، هذاك أسيستون ميديكال دو سونتي بيبليك. الدور الثاني وش راح يخدموا؟ جمع المعلومات الطبية وتخزينها، يعني يحطوها في الأرشيف، يجمعوا لي زونتيسيدون هذوك تاع والدواسة اللي كاينين هذوك، يديروا لهم لي فوتوكوبي وما على باليش تاع المرضى، ويحطوهم في الارشيف باش كي يعاود يجي المريض نهار اخر يقدروا يجبدوا الدوسي تاعو ويقولوا بلي ها واش عنده كذا وكذا، فوت هنا ولا ما فوتش، واش داروا له اوبيراسيون من من هي الى غير ذلك. ثالثا المشاركه في تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العلميه، هذه مفروغ منها باينه، تسمى تكون اجتماعات على مستوى المستشفى، على مستوى مديريه الصحه، على مستوى مؤسسه عموميه راح يشاركوا فيها هذوما لي زاسيستون ميديكال. الدور الرابع انهم يخدموا في لي بيرو دي زونتري هذوك، لي بيرو هذوك كي تجي تدخل اوسبيتاليزي ولا ما على باليش
يا اخي تروح لواحد البيرو هكا تخدم الورق هذوك البي دونفري تاع تكون اوسبيتاليزي ولا ما على باليش، تميك يخدموا هما في لي بيرو دي زوندري، تسمى جانب اداري خدمتهم لحد الان جانب اداري. وايضا يقدروا يخدموا في صيانه العتاد، يعني كي يكونوا لي تكنيسيان هذوك يريقلوا في الماتريال ولا ما على باليش، عندهم لمسات يقدروا يعاونوهم، ولا في ستوك تاع الماتريال يقدروا يعاونوهم تميك، لانه مساعد طبي في الماتريال ميديكال هذاك يرتبوهم على باليش، ينسي دو سويت. التبليغات الكتابيه والشفويه يعني يدير دي رابور سوا بالكتابه سوا فيربال على اي حاجه انورمال يشوفها في السبيطار من اجل ضمان استمراريه العلاج. هذو هما يعني النقاط والادوار الرئيسيه تاع والمهام تاع مساعد طبي للصحة العمومية، يعني ما عندهمش خدمة بزاف، خدمة باينة سامبل. ونتمنى ان شاء الله انه يعجبكم الفيديو، ومرحبا بالناس اللي قبلوهم في التخصص هذا، وان شاء الله تلقاو المعلومات الكافية والوافية في القناة تاعنا باه تفيدكم، خاصة في جانب التيرمينولوجي المصطلحات الطبية او اي حوايج اخرى تحبوا تعرفوها في لي سوان زانفيرمي، باه تقدروا تداويو باه الاهل تاعكم ولا العائلة تاعكم في الدار لا قدر الله، وتقدروا تعرفوا نهار اخر كي تروحوا للسبيطار واش هي كيفاه يكونوا لي جيست باراميديكال هادوما بيكاج و انسي دو سويت. وان شاء الله ربي يوفقكم في المسار المهني والمسار الدراسي. بون كوراج، والسلام عليكم ورحمه الله.